بجدد التحية بحضراتكم وبجدد التحية بضيوفي النهاردة في الاستوديو اللي بيشرفوني وعملت كده ششت طلع 90% منهم أهلاوية مش كده رجالة؟ أهلاوية ولا نص زمالك؟ أهلاوية 100%. وبقول لحضرات السادة المشاهدين تقدروا ان انتوا تشاركوني في البرنامج على الهوا يوميا من خلال الدخول على صفحة البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير وتشرفوني في الاستوديو وتيجوا زي الشباب دول وما فيش شرط انك تكون اهلاوي علشان تيجي. الحاجة التانية بذكركم ببعتوا رسائلكم النهاردة ادوني جهاز جديد المحطة اهو وبادئ اشوف الرسائل بس عايز رسائل اكتر ابعتوا رسائلكم على رقم 9 11 77 وكلموني من اي تليفون على رقم 137. بجدد التحية بضيفي وضيفكم النهاردة استاذي عالم الطب النفسي الاشهر الدكتور احمد عكاشي وهو بصراحة انا رايي شخصي هو مش عالم طب نفسي هو عالم سياسي بارز يعني بس بيتحفظ يعني في الثلاث سنين اللي فاتوا وانا كنت بجهز مع حضرتك هذه الحلقه قلت لي ان في عده امراض نفسيه اصابت المصريين خلال منذ ثوره يناير حتى الان وحضرتك مشكورا يعني ايه قلت لي هم تقريبا 10 امراض ونبدا نرقمهم مع بعض واخد من حضرتك أنا طبعاً أنت غششتني هاخد من نعرض مرض نفسي ونعلق عليه بس هنبدأ بالأمراض اللي هي أي كلام يعني حد رقم واحد ده هو الرقم المرض الصعب اللامبالاة. لا هو لازم الأول نفرق يعني إيه صحة. نعم الناس كلها فاكرة الصحة أن واحد مبقاش عيان لا منظمة الصحة العالمية قالت أن الصحة هي جودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية. نعم. يعني ممكن صحتك مش كويسة وعيان يعني من غير ما يكون في مرض. الصحة النفسية بقى مختلفة جدا عن المرض النفسي. الصحة النفسية اللي هي الرضا النفسي السعادة جودة الحياة اللي هي فينا كلنا دي مش محتاجة لطبيب دي محتاجة بس دي ما بقتش موجودة دكتور عكاشي ازاي بقى دي موجوده يعني السعاده موجوده دلوقتي الابحاث الجديده بتقول لك ان الرضا النفسي اللي موجود في بلاد في افريقيا يوازي اللي موجود في السويد والنرويج الرضا النفسي ليه لان ده ما بيجيش بالفلوس ما بيجيش بالخدمات ما بيجيش بالبنيه التحتانيه امال يجي بايه ده بيجي من النسيج الاجتماعي اللي انت عايش فيه حتى سموها راس المال الاجتماعي الله على التعبير راس المال الاجتماعي امال انك انت يعني اصدقائي واسرتي وعيلتي اصدقائك واسرتك والجيران وبعدين المجموعه اللي انت فيها ودايره عملي مجموعه يعني رياضيه مجموعه علميه مجموعه سياسيه مجموعه دينيه النوادي والجمعيات اللي هي موجوده انك انت تبقى منتمي لناس بتقعدوا مع بعض كل اسبوع وكل شيء مش بس كده وجود الانسان المنعزل خلايا المخ بتضبر وكلما كنت انت في صحبه طيبه وفي نوع من انواع التنوير الفكري من الجماعه اللي حواليك الخلايا بتزيد فانت حسب متجوز جوازه كويسه بتتكلموا مع بعض ولا متجوز جوازه طبعا منكم انتم متجوزين جوازه كويسه يعني فيها طلاق عاطفي يبقى هنا واحد مخه بيضمر وواحد مخه بيزيد او مخها بيزيد فاذا جودة الحياة الصحة النفسية اللي هي قدرتك على إدارة الغضب انك انت تصمد الكروب والضغوط بتاعة الحياة انك انت تستطيع انك انت تعطي وتعمل بحب وكفاءة وانك انت يكون عندك دور حاسس باحترام في المجتمع الصحة النفسية دي معتمدة على طب الصحة النفسية النهاردة كانت للوزراء اللي قاعدين في الاجتماع وتقال لهم قدموا استقالتكم ما كانتش يعني ما كانتش سويه اكيد كان سوية. فيها نوع من انواع طب بس الصحه النفسيه دي هي اللي يعني من غير صحه نفسيه لا تنتج لا تعمل نعم اذا جيت انت بقى الصحه النفسيه للمصريين في الثلاث سنين اللي فاتوا ما اعتقدش ان احنا حققنا كثير من انك انت يبقى عندك الرضا النفسي ولكن عندنا الامل دلوقتي ان بعد اللي حصل في 30 الامل في ربنا الأمل في ربنا طبعا لكن عندنا الأمل إن ممكن يحصل حاجات كتير إذا بصينا بقى
للأمراض في إن عندنا إحنا حاجة اسمها الإحباط. إنك أنت كنت متوقع شيء وما حصلش. فلا شك إن ثورة 25 و30 الاثنين لا شك فيهم الاثنين إن هما إلى حد كبير كانوا فكرتنا إن إحنا هنوصل أحسن من كده. الإحباط ده بقى بيعمل أمراض. بس عفوا إحنا بدأنا باللامبالاة. أيوة اللامبالاة. أنا هقول لك بقى دلوقتي بيعمل أمراض. الأمراض ده هي بيعمل عنف وعدوان. بيعمل اكتئاب. بيعمل قلق. بيعمل نوع من الرتابة والمداومة نفس الحكاية تعملها بإصرار. وبيعمل لامبالاة. نعم لامبالاة إنك أنت تقول مفيش فايدة خليهم يعملوا وعاوزين يعملوه أنا أعيش يومي بيومي. يبقى أول مرض أصاب المصريين. لا ده ما أصابهمش الإحباط إلى الآن مفيش لامبالاة. لا ما أنا قصدي الإحباط من عدم تحقق نتائج ثورتهم. بيحصل أي حاجة من الخمسة اللي قلتهم دولت. الاكتئاب القلق الخوف والمداومة يعني ماشيين بنفس الخطأ يعني ما بنغيرش. عشان أنا لقيت حاجة مزدودة أشوف حاجة تانية لا موقف قدام المزدودة غير ما فهمت. نعم وبعد كده اللامبالاة دي آخرهم ولكن إلى الآن دي ما حصلتش. يعني الشعب المصري حاليا ايه عنده لامبالاة ولا لا عندوش لامبالاة عنده حاجه بقى تانية اسمها بعض البلادة النفسيه. البلادة النفسيه مثلا من الحاجات المهمه قوي حاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر كرب ما بعد الصدمه. انت ايه الصدمه اللي جات لنا كمصريين؟ الصدمه دي ممكن تيجي اتوصفت في الحروب ان جزء كبير قوي يعني الناس الامريكان اللي راحوا افغانستان والعراق 17% منهم جالهم المرض ده. مرض يتميز بنوع من انواع التنميل في العواطف الاقدام على اي شيء ما كانش ابدا ممكن يقدر يعمله احلام مزعجه جدا فيها نفس الحدث اللي شافه انه مات واحد بيحصل مع الزلازل بيحصل مع البراكين بيحصل مع الحرائق ولكن بيحصل لما الواحد يشوف كمان مش يجي عليه يشوف مناظر. نعم انت اذا كنت تبص تلاقي كل العالم العولمة دي شوف انت في الاخبار بتشوف قد ايه عنف قتل ضربات اعتصامات جوع مجاعات براكين لما بتشوف دي بصفة مستمرة بتاخد على العنف بتاخد على الدم بحيث اذا حصل ما تحسش. فاكر انت اول العراق لما كان بيموت 10-15 كنا بنتفزع شايف دلوقتي انك انت يقول لك 40 واحد أيوة. او بلدة نفسية. بلدة نفسية. وبعدين ده انا خايف ان احنا كلنا تدريجيا نفقد المشاعر بتاعتنا ويجي لنا تنميل في عواطف. يعني ما تسمع انت النهاردة ان من كتر ما بنشوف مات كذا واحد في الاعتصامات مات كذا واحد اول واحد ما كان واحد يموت او اتنين يموت في اول الثورة كنا في حالة كذا دلوقتي يقولك مات 10 مات 15 مات 40 مات 30 اصيب 40 وتبص تلاقي الناس بتبص لها بطريقة ده من أشنع ما يمكن. يبقى البلادة النفسية هي اللي هي كرب ما بعد الصدمة ومرض أصاب المصريين ومعناه باختصار من كثرة رؤية المشاهد ده من كثرة المشاهد اللي شفناها في الثلاث سنين اللي فاتوا أول ما مات عدد من الشباب أعداد قليلة في الثورة اتفزعنا بس بعد كده خلاص بقى عادي. فده مرض بيشير إليه الدكتور أحمد عكاشة إن إحنا كده كمصريين أصيبنا أو عدد كبير منا أصيب بمرض بلد النفسية. كل يوم عمال تسمع قنبلة موتت 10 ده استشهاد فلان فخلاص. طيب مثلا عندك أنت إحنا بنسمع كل يوم على سوريا نعم 40 واحد 60 واحد خرى في 2-3 مليون وليه أروح بعيد ما ده بيحصل في بلدي بعض الاضطرابات بتؤدي لوفيات بس لا شوف البلدة بتاعت العالم كلها يعني ما بيعملوش حاجة للناس دول 4 مليون او 5 طيب. مليون واحد خليني نيجي للمرض تاني. المرض التاني الاضطرابات الجنسية النفسية. يعني ايه الاول؟ اسمعني انت جبت الاضطرابات الجنسية دي حضرتك اللي ممالي لما بيكون في نوع من القلق ونوع من التوتر ممكن يحصل حاجة من اتنين. نعم يمكن واحد يطلع كل الطاقة بتاعته في ممارسة العلاقة الزوجية او الجنس وممكن العكس انه يصاب نوع من انواع العجز وعدم القدره. ولكن الاحصاء اللي طلع ان في 6 أشهر الاخرانيين نعم ان احنا زدنا 1,000,000 نسمه 6 شهور بس لم يحدث في تاريخ مصر انك انت كنا زي كل سنه 1,000,000 1,100,000 مثلا انك انت 1,000,000 في 6 أشهر
معناها ده معناها ده نتيجة الناس تفرغت زي للعلاقات الزوجية ده بسبب حظر التجول مش يعني. بس حظر التجول بسبب ان مفيش حاجات تسعدهم مفيش حاجات تبسطهم حاجة ثقافية حاجة معنوية حاجة فنية كان الأجندة بتاعت الجماعة اللي جم حكموا سنة ضد الثقافة وضد العلم وضد التنوير كان كلها عبارة عن 11 كتاب لازم تعرفه ما أنا مش قادر يا دكتور عكاشة أطلع على كبرت وأقول سمع حكومة ما فيش حكومة النهاردة كنت أقول لها بصوت شعبك عدد السكان يقل هتنكد علينا هننكد عليكي أنت عارف ما فيش ولا بلد الدستور بتاعها بينص على الدولة أن تسعى لسعادة المواطن ما فيش دستور في العالم إلا أمريكا أمريكا في نص دستوري يلزم الدولة على إسعاد المواطن الدولة المواطن لازم الدولة تسعى لسعادة فورزة عدت عليك السياسي البارز عمرو موسى كنت بتقول لنا أنا مسلمك دستور مية مية مش هتلوم أي دولة في العالم حاجة يعني أصل السعادة ده بيبعش كده بيقول لك الناتج القومي مش هو اللي تعمله في دلوقتي بعض الدول بتقول لك بقياس السعادة بتاع المواطن هو اللي أطلعه أنا مالي أنا زدت 7-8% وأنا مش لاقي أكل طيب ازاي ما يا حكومه جديده جايه يا مهندس ابراهيم محلب لو حضرتك اللي جاي رئيس وزراء دلع شعبك وسعده هاي جوده الحياه مش هتلاقي تم الثمانية احنا بنبدا 10 9 8 بالترتيب الهوس لا خلينا نبتدي بالكتاب اللي هو عكس الهوس نعم في حاجه الناس مش عارفاها خالص عن مرض الاكتئاب في اكتئاب باسم اكتئاب باسم واكتئاب ضحك يعني اكون مكتئب واقعد اضحك أي. يعني يبقى انا بخدع نفسي لا ما تخدعش نفسك يعني وفي اكتئاب مقنع انا عاوز اقول للناس المشاهدين ان 60-70% من امراض النفسيه بتبدا بوجع في الجسم 90% من الامراض 90 من 60 70 60-70% يعني نظر على قد ما بسمعش كويس يعني مثلا 70% يعني مثلا انت بيجي لك صداع نعم بتاخد اسبرين عمرك فكرت صداع جالك ليه لا بيجي لك وجع في ظهرك يقول لك ده روماتيزم ده رطوبه ده برد شغلت المروحه بالليل وانت نايم فاتح الشباك قاعد على الترعه بيجي لك احيانا حموضه بيجي لك قيء بيجي لك امساك بيجي لك امساك بيجي لك ضربات قلب كل الحاجات الاعراض دي بتروح للطبيب الباطني نعم ولذلك في كل كليات الطب في العالم دلوقتي من اهم ما يمكن اللي بيتخرج خاصه اللي بيشتغل ممارس عام 40% من الحالات اللي بتجيله باضطرابات جسميه والام في الجسم بيكون سببها نفسي فلازم هو اللي يعالج مفيش اطباء نفسيين في العالم يعالجوا كل الحاجات دي اطباء الباطنه في دول العالم المتقدم الممارس العام اللي هو بيعالج اللي هو الفاميلي اللي هو الطبيب الاسره اللي لسه بادئ طبيب الاسره 40% من المقررات بتاعته بتبقى الاضطرابات النفسيه اللي هي بنسميها احنا الاعراض الجسديه الذي سببها نفسي طب خليني ارجع للاكتئاب الضحك والبسم انك انت ممكن عندك الالام دي كلها بتبتسم وبتصحى بالنوم عادي وتلاقي نفسك كويس وكل حاجة وواحد يقول لك نكتة بتاع ولكن الألام دي في حد ذاتها ممكن انها تزيد تقول انا كنت متضايق عشان الأوجاع اللي عندي مش ان عندي اكتئاب هو عمل لي الأوجاع القلق النفسي مثلا بيجي بإزاي كلها زيادة في الأعصاب السمبتاوية بيفرز الإنسان تبص إيده بتترعش قلبه بيدق إحساس باختناق بس عايز اقول لك نيابه عن ال 95 مليون مصري كلنا في الثلاث سنين اللي فاتوا جالنا قلق نفسي اعصابنا بتترعش ما بننامش كويس قلقانين طيب. في الثلاث سنين اللي فاتوا مش حاسين بامان ده بقى يعني في فرق بين قلق نفسي اعراض القلق النفسي اعراض اكتئاب لكن ما وصلش لحد مرض الاكتئاب او مرض القلق انت هنا بتفرق دايما حضرتك بين المرض العرض والمرض اعراض نفسيه 100% من العالم كله عنده اعراض نفسيه دكتور عكاش بيقول 100% من العالم عندنا اعراض نفسيه يعني انت بس مثلا مش مرضى نفسيين لا مش مرضى نفسيين اعراض نفسيه يعني مثلا من الاعراض مثلا اللي هي اللوازم العصبيه انك انت مثلا بتعمل كده ده لازمه نفسيه لازمه عصبيه
او الست ما تطلعونيش كده يا شباب وانا كل شويه بظبط لا يعني بتكلم على حاجات معينه ما لهاش قيمه خالص. نعم. واحد بيطلع اصابعه، واحد بيهز رجله، واحد ما كله دي اعراض توتر نفسي، لكن مش مرض، ده عرض. مش مرض، ده اللي انا اقصده. لكن من اهم ما يمكن ان هنعرف ان حوالي 4-6% من مجموع العالم. لا كلمنا عن مصر احنا تقديرا، من 95 مليون عندنا كم مليون مصري مكتئب؟ عندنا حسب الاحصاء ان عندنا 4.6 من حسب الوبائيات اللي احنا درسناها في مصر انهم يعانوا من اضطراب الاكتئاب الجسيم، ده مرض يعني. وده يعني لا يقل عن 1,200,000. لا لو بتكلم في 4% من 95 بتكلم في اكتر يعني 2.5 مليون 3 مليون، وده رقم مش قليل. ايوه لكن في يعني في جزء كبير قوي منهم ما بيتعالجش، يقول لك هذا يعني ربنا اداني البلاء ده هو واستحمله يعني. ما عندكش علاج للناس دي كلها، ده في العالم كله يعني، مش كل المرضى النفسيين في العالم بيتعالجوا، خاصه مثلا الامراض النفسيه في الاطفال. طيب خليني على فكره الاطفال اكتر ناس يجي لهم كربة ما بعد الصدمه اللي هو بالفطام. لا تتصور انت مثلا عدد الفلسطينيين اللي موجودين تحت الاحتلال الاسرائيلي وشافوا ابائهم وامهاتهم بيضربوا وبيتهزقوا وبيتسجنوا، لا تتصور عدد الناس دول، ولا يقدروا يتعلموا ولا يقدروا يسعدوا ولا يقدروا اما يكبروا يبقوا ناس كويسين او اي شيء. نعم. هدخل على مرض الفصام. في بعض الجهاد والحرمان والكبت الشديد ممكن يخلي الانسان يصبح ما يعيش في الواقع، بنسمي ده الذهان. الذهان يعني الواحد بعيد عن الواقع، فيبتدي يحس بحاجات غريبه جدا، ودي بتحصل كمان في النظم الاستبداديه كتير قوي. يحس مثلا ان هو مراقب، ان في كاميرات بتصوره في كل مكان، ان في المخابرات والامن والموساد والجهاز CIA بتاع الامريكا. طب وانت رغبوك ليه يا ابني؟ يقول لي انا ما اعرفش انا جاي لك ليه؟ انقذني من هذه العمليه. تبص تلاقي ان هو يبتدي يسمع صوت، الصوت ده يسبه يشتمه يتهمه اتهامات مش كويسه ابدا، اللي هي هلاوس سمعيه، ممكن قوي هلاوس بصريه، يشوف حاجات مش موجوده. ده اللي هو بنسميه الذهان او المرض. ده العقل. عدد كبير من المصريين مصاب بيه؟ لا لا ده اقل قوي من القلق والخوف والاكتئاب والحاجات ده. هي طيب اضطرابات الاكل. فيها دي حاجه غريبه جدا بقى، في ناس اللي بيجي لهم القلق والطاقه بتاعه التوتر دي يحاول ان هو يشيلها بوصله الاكل، ياكل زياده. وفي العكس تماما، يمتنع عن الاكل تماما. فعندك ممكن يكون في نحافه شديده جدا وممكن يكون في سمنه شديده جدا. طب المصريين الثلاث سنين اللي فاتوا نتيجه التوتر والقلق ده لجأوا للاكل الزائد ولا يعني انا ما عنديش احصائيه لهذه العمليه، لكن انا رايي ان هم لجأوا للاكل الزائد والانجاب الزائد. والانجاب الزائد. طيب الارق. ده بقى من اكثر الاعراض النفسيه، وفي كل الامراض النفسيه فيها ارق. كل الامراض النفسيه ولكن فيها ارق، ولكن ممكن ان الارق يجي من غير مرض نفسي. محاضره ببلاش اهي يعني. ممكن الارق يجي من غير تشربوا شاي كمان. ممكن الارق يجي من غير مرض نفسي. يعني مثلا معمول احصاء في الولايات المتحده 40% من الامريكان بيعانوا من اضطراب الارق. يعني الارق ده ممكن ايه؟ ان يخش في السرير يتقلب مده طويله جدا لغايه على بال ما ينام. كتير منا كمصريين عندهم ده. وبعدين او ان هو ينام ويصحى بدري قوي وما يجلوش نوم تاني، او ان النوم بيبقى متقلب، او ان في كوابيس. بس عايز اقطع حضرتك واقول لك، هو ليه دايما كل الاحصائيات بتذكرها لي عن دول اجنبيه والعالم، ليه ما فيش احصائيات عن الامراض النفسيه للمصريين؟ هل الدوله مش مهتمه او شايفه ان ده حاجه يعني؟ لا لا موجود عندنا، رفاهيه موجود عندنا، بس احنا ما عندناش ريجستري، ما عندناش ان احنا نقدر نرجع التوائم اللي من 50 سنة مولودين في مصر الواحد فجلهم فيهم مرض نفسي. ده مش موجود غير في البلد الاسكندنافية، حتى في امريكا مش موجود. لا بس احنا عندنا تقييم نفس الامراض المصريين، احصائيات عندنا. مين بيعملها؟ وزارة الصحة عملتها والجامعات عملتها. وبتبقى ارقام 100 100 ولا لا؟ عشان ما عندناش احنا، ده بيكلف فلوس كتيرة جدا.
ايوه كده يعني اي بحث. يبقى احنا بناخدها تقريبي. لا بتستعمل البحث ولكن مش بالمنهج العلمي الصحيح زي ما بيعملوها بره، لان بيقعدوا فيها سنوات طويله جدا عشان يطلعوا بالنتائج دي. ولكن زي ما بقول لحضرتك ان الارق ده من اكتر الاضطرابات النفسيه انتشارا. وطبعا انت عارف ان في ناس يقول لك لازم انام كذا ساعه اطلاقا، في ناس 5 ساعات كفايه، في ناس 7 ساعات كفايه، في 8 ساعات كفايه. وفي علاقه غريبه جدا، اللي بينام قليل اقل عرضه للقلق والاكتئاب. اللي بينام قليل، اللي بينام كتير قوي اكثر عرضه للقلق والاكتئاب. خلينا هنطلع فاصل. وسمعتوا النهاردة محاضرة قيمة من عالم الطب النفسي الأشهر دكتور أحمد عكاشة، بيقول لك هناك فرق بين الأعراض النفسية والأمراض النفسية. ممكن يبقى عندك أعراض بس أنت مش مريض نفسي، بس بيقول لك مفيش حد مفيش مش مريض نفسي في مصر، صح؟ لا لا، أعراض نفسية. لكن أعراض نفسية بس. يعني هو حتى المريض النفسي ما يروحش للدكتور النفسي إلا إذا كان الأعراض بتاعته أثرت على علاقاته او على عمله او على دراسته. طب والنبي قبل ما اطلع فاصل قول لي عدد الوزراء والمسؤولين اللي جولك في الـ3 سنين اللي فاتوا. كتير؟ لا مش يعني ما اقدرش اقول كتير يعني كتير. لا النسبه يعني زادت عن قبل 2011. لا ما يعني المرض، لا الصحه النفسيه هي اللي مش مش كويسه، لانه بيعمل وبيشتغل وما فيش اي نوع من انواع المكافاه. نعم. لهذا العمل مفيش نوع اي احترام للعمل بتاعه. ده بيصيبه بخيبه امل شديده، تعمل له اعراض نفسيه. مش بس وزراء، مسؤولين، القيادات مسؤولين. لان مصر دلوقتي اللي بيشتغل هم المسؤولين. والشعب كله ما بيشتغلش. الله ينور عليك، دي مصيبه كبيره جدا يعني. دكتور احمد عكاشه بيقول لكم الشعب ما بيشتغلش والمسؤولين هم اللي بيشتغلوا. بس بيقول لك برضه في مسؤولين بيقعدوا على الشيزلونج عنده في العياده النفسيه. لا لا ما حدش بيقعد. لا ما بيقعدش. لما باجي لك بتقعد تجيب لي العصايه وتخبط على الرجل. خلينا ايه نطلع فاصل بقى ولا ايه يا اكرم؟ يلا طلعنا فاصل.